السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأعظم وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقة سنتكلم عن عظمة اللسان العربي المبين، ونبين أن اللغة العربية المجيدة هي فعلا مخلوقة من الله، وهي فريدة من نوعها. يعني إن وضعنا اللغة العربية في كفة ووضعنا جميع لغات العالم فإنها لا تساوي اللغة العربية. فاللسان العربي المبين هو لسان الوحي والملائكة والأنبياء وجميع الرسالات السماوية والمرسلين، ولسان خير البرية أجمعين محمد الأمين صلوات الله عليه. من أقصى المغرب قد جئنا لبلاد الخير الشرقية، الوطن الواحد يجمعنا والنبل وروح فروسية. لتراب فلسطين ينادي القدس ستبقى عربية، القدس ستبقى عربية. اللغة العربية، اللغة العربية تتسم بمرونة هائلة، لا توجد هذه المرونة في بقية اللغات، خصوصا في اللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية هي لغة جامدة صلبة. مثلا تتركب الجملة في اللغة الإنجليزية بطريقة واحدة، لا تتغير هذه الطريقة. فكما قلت، اللغة الإنجليزية لغة جامدة صلبة، لا يوجد فيها لا مرونة ولا ليونة ولا أي شيء من هذا القبيل. فمثلا في اللغة الإنجليزية عندك الفاعل أولا يأتي، ثم الفعل، ثم المفعول به، لا تتغير هذه التركيبة في اللغة الإنجليزية. أما في اللغة العربية فالأمر يختلف تماما، لأن اللغة العربية تتمتع بليونة ومرونة هائلة. مثلا نقول في اللغة العربية: أعطى محمد خالدا كتابا. أولا، ثم محمد أعطى خالدا كتابا، أو خالد أعطى محمد كتابا، أو كتابا أعطى محمد خالدا. خامس حالة: أو كتابا خالدا أعطى محمد، محمد هو الذي أعطى. سادسا: كتابا خالدا محمد أعطى، محمد هنا كذلك هو الفاعل، هو الذي أعطى. سابع حالة: أعطى خالدا كتابا محمد، محمد يبقى هو الفاعل، هو الذي أعطى خالدا كتابا. كذلك ثامن حالة: أعطى خالدا محمد كتابا. تاسع حالة: أعطى كتابا محمد خالدا. كذلك عاشر حالة: أعطى كتابا خالدا محمد. نحن نعلم بأن في كل هذه الصور والصيغ لتركيب الجملة في اللغة العربية، كما بيّنت 10 صيغ مختلفة، نعلم بأن في هذه كل الجمل محمد هو الفاعل وهو الذي أعطى خالد. فهذه لا توجد سوى في اللغة العربية. أجمع العلماء والفقهاء، علماء المسلمين وعلماء النحو والفقهاء ومفسري القرآن إلى آخره، بأن اللغة العربية هي من الدين، ومعرفتها فرض واجب. فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. خلاص، لا أحد يستطيع أن يفهم القرآن إلا أن يكون متبحر متعمق في اللغة العربية. واضح. فالتقوى تزيد بتعلم اللغة العربية. يقول العلامة السرقسطي الأندلسي: إن أشرف ما عني به الطالب بعد كتاب الله لغة العرب، لأن الله اختارها بين اللغات لخير عترة وأشرف أمة
ثم جعلها لغة أهل دار الجنة، فهي أفصح اللغات لسانا وأوضحها بيانا. كذلك يقول أبو القاسم بن عمر المعروف بالزمخشري في كتابه المفصل في علم العربية، الزمخشري: الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية وجبلني على الغضب والعصبية للعرب. ماذا يقول؟ الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية وجبلني على الغضب والعصبية للعرب. يقول الفارابي عن اللغة العربية: هذا لسان أهل الجنة وهو المنزه من كل نقيصة. يقول البيروني: والله لو أهجى باللغة العربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. ماذا يقول؟ يقول البيروني: والله لو أهجى باللغة العربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. يقول شعبة: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. يقول الفارابي في ديوان الأدب: أما اللسان العربي فهو كلام أهل الجنة في دار الخلد، وهو المنزه من بين الألسنة من كل نقيصة، فبني مباني باين بها جميع اللغات. سنتكلم عن اللغة العربية بأنها لغة أهل الجنة في الحلقة القادمة، ولدينا مئات الأحاديث وأدلة العلماء والفقهاء والمحدثين ومفسري القرآن على أن اللغة العربية لا شك ولا ريب بأنها لغة أهل الجنة. كما يقول علامة اللغة العربية الراهب أنستاس الكرملي: إن لسان العرب فوق كل لسان، ولا يدانيه لسان آخر من ألسنة العالم جمالا ولا تركيبا ولا أصولا. يقول جي ذورم عالم اللسانيات عن الحضارة العربية العمورية: وكانت، اسمعوا لهذا، وكانت لغة حمورابي قريبة جدا من الفصحى. هذا عالم لسانيات أجنبي. ماذا يقول؟ وكانت لغة حمورابي قريبة جدا من الفصحى. وبالمناسبة حمورابي اسمه من عمرو رابي، أي عمرو العالي. ولد سنة 1810 قبل الميلاد، أي من حوالي 4000 سنة. كذلك يقول جورج سارتن البلجيكي: إن اللغة العربية هي أسهل لغات العالم وأوضحها، وطبيعة الكتابة باللغة العربية تتسم بالسهولة والوضوح. فهذا الذي كذلك نعتقده نحن، بأن اللغة العربية هي أسهل لغات العالم على الإطلاق. ولا تصدقوا كلام الخرافيين وكلام أعداء اللغة العربية وأعداء الدين بأن اللغة العربية لغة صعبة. هذا غير صحيح أبدا. هذا كلام من أعداء اللغة العربية، هؤلاء الحاقدين، هؤلاء الشعوبيين. طبعا هذا لا ريب ولا شك فيه أن اللغة العربية هي فعلا أسهل لغة على الإطلاق. لا يوجد أي لغة في العالم أسهل من اللغة العربية. والذي يقول خلاف هذا فهذا متشعوذ، هذا جاهل كبير تأثر بكلام أعداء الدين وأعداء اللغة العربية الذين حاربوا اللغة العربية لأنها لغة القرآن منذ أكثر من 200 سنة. سنبين هذا بعد قليل. فاللغة العربية فعلا أسهل لغة على الإطلاق. لماذا؟ أولا، في اللغة العربية يوجد 28 حرف، يوجد في اللغة الإنجليزية والفرنسية 26 حرف، في اللغة العربية يوجد 28 حرف، صح؟ ولكن في اللغة العربية لكل حرف صوت واحد فقط، لكل حرف صوت، بينما اللغة الإنجليزية تحتوي على 26 حرف ولها لهذه الأصوات هناك 52 صوت. لنشاهد معا هذا الفيديو ثم نعود. تعلم لغتي، لغة ديني، وأسهل لغة. أنا أقرأ 10 لغات، العربية أسهل لغة. فإذا لا دخل نحبه ولا ما نحبوش الفرنسوية. باش نتعلم الفيرب آترة يكفيني نتعلم النحو العربي كله، وزيد عليه حنا ما عندناش فيرب آترة بالعربية. أنا كبير
جا سوي غران انا كبير انا صغير انا مريض انا سليم. ايوا رانا وفرنا طول حياتهم يتعلموا الفيرباتر